حكاية الحب البريء يا خسارة ما تكمل، ينقطع فينا الطريق ونيران عم تشعل. ما بكون صياح إذا ما دفعت تمن كل شيء عملته فينا. أكتر من اللي عم تعمله فيها، شو لسه بدك تعمل؟ خلاص صار لازم تموت. بدك تقتلها؟ ما بقى في حل غير هيك. نحن قلنا لأخوها إنه ماتت، هلأ إذا عرف إنه عايشة شو رح يعمل فينا؟ دخيلك يا صياح، دخيلك. نحن مو ناقصنا مصايب. المصايب رح تصير إذا ضلت عايشة. الساعة اللي بتحكي لي فيها كل شي بدي إياه رح أخذها على أرنب أطوار وأخلص منها ومن همها. أبي زعل، ماني زعلان لا منك ولا من أختك. أصلاً أنتو مالكم ذنب اللي صار. شو خاصكم باللي عملتوا أمكم؟ بس أنا زعلانة منه، مقهورة من جوات قلبي. شو بدنا نعمل لك أبي؟ الله يصلح الحال، أحسن شيء الله يهدي بالنا. إي والله يمكن نحن غلطنا إنه ما قلنا لك شو كانت ناوية تعمل. شيء غلطتوا؟ إي غلطتوا أبي غلطتوا.
بس خلص اللي صار صار يعني. حتى لو عرفت شو كان رح يطلع بيدي أمن يعني. بس لما ليموني عليها هي حرت نفسها. بس فاطمة رح أسألك بدي تجاوبي دغري. خالق أنوار كان عنده علم بهالجوازه؟ كان بيعرف بس ما كان هاين عليه أبدا، حتى أنه ضرب كف لأمي بحضور أخي عزو. يا حيف، بس يا حيف يا حيف يا والله يا حيف. لا بتعرف العيب وبتعمله. أمين، هذا اللي صار. أنت بالذات خص نص لازم تفكر فيه. هلا صارت جوازتك من عمار، مو غلط لك أبي، والله مو غلط. يا أبي قلت لك مبارح أنا ما بدي. أبي مبارح شي واليوم شي. أبي البنت بدها السترة، وهلا جوازتك من عمار مو غلط لك أبي. الواحد بيصلي على الحاضر، لك مو هيك بيقولوا؟ وين مصلحتنا هلا هيك منفكر؟ بس أنت من شوي قلت إنه مالنا ذنب اللي عملته أمي. مظبوط أبي، بس هذا أنا اللي عم أقوله. الناس ما على لسان رباط لك أبي، مشان هيك عم أقول لك. جوازتك هلا أستر إليك أبي، وحيخلي الناس تبلع لساناتها. نخلص. ما بدي إياها لهي الجوازة يا أبي، ما بدي إياها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هيك لك فاطمة، ما راح أخصمها مع عمار. الولد عم يتجرأ يوقفني ويسألني ويطلبك، والجواب صار من حقه. ما راح جاوبه، مستنى بركة الله من عالي سماه. برجع لك عبد الرحمن الرسيك وتفكري. فاطمة بيسوى تفكري أبي، فكري. ايه والله بيسوى تفكري أبي، والله بيسوى تفكري. خير يا أبي. هذا يا جماعة الخير جناب البكباشي، وقت ما عرف إنه في تهريبة حنطة الله مولاها ركض لعندي وقال لي دخيلك يا برهوم، داخل عليه ما في حدا غيرك ويوقفه. ما بزن عليك. كون أنا اطلعت فيه تطليعة وقلت له يا جناب البكباشي حرام حرام، خلي العالم تاكل. برهوم هاي خبزاتك. يسلموا هالإيدين. هات حقه. قديش؟ متليك ونص. ومتليكين؟ طلع فيني جناب البكباشي قال لي يا برهوم شيه شكلي نسيت المصاري بالبيت. ايه والله نسيانهم بالبيت. اخي العقيد ابو راشد رح خليه يمرق لعندك ويحاسبك، تكرم كملكم اياها بعدين. سلام عليكم. شو نسينا هالمصاري؟ ايه سعيدو نعم يا براتي. وين نسينا؟ شبوبي يا على قلبي إن شاء الله. مرحبا عمي أبو راتي. ألين شو عاد؟ عندك سعاد خان. ايه انت بتأمري يا سعاد خانم. زكاتك بدي قطعة لحمة مسوفة طرية وتكون مثل الملبن. حاكم عازمة بيت حماي على الغدا اليوم. بيت حماكي يو
شو بنعم يا ابو راتب مستقل فيني؟ لا تقبرني، من وقت ما تركتك والعرسان كرفت وكرفت لعنا على البيت، ناس فايته وناس طالعه. لك يلا يلا لا تصفن فيني، اقطع لي شقفه هاللحمه. بعدين شو بلك حدا يساعدك؟ انت حركتك صارت تقيله لانك انت صرت ختيار. خلصني. شبك ابو العز؟ مو على بعضها؟ لا لا ما في شيء، ما في شيء، سلامتك لا غني عنك، روح على شغلك روح. شلون ما في شيء؟ انا ومشوار بحثوا عنا. بصلاة محمد احكي، فرج عن همها. ام العز عامي عملي ما عم تفوت بقالي لا ميزان ولا بابان. عملت شو لا سمح الله؟ جوزت. لا اله الا الله. لا بعرف انه هي صعبه عليك بس انت ما كنت ناوي ترجعها. سألني مين تجوزك بالاول. تتجوز مين ما تتجوز الله ييسر لها. طبنجة. مين؟ شو هالحكي هذا؟ أنت متأكد؟ هذا اللي صار. عملتها هي فتلت لي مخي فتل. لك كبيرة. طب كيف حسبتها كبيرة؟ كبيرة بحقي مو كبيرة، حق أولادها مو كبيرة، لك حتى بحقها هي مو كبيرة. والله ما بعرف شو بدي إلا. ما في شيء ينقال. ليك شوال هون حفرنا هون طمر. لا يا ابو العز بعد الامر عم تقلي هالحكي لإلي. بس هي السيره بدي انحكى فيها لانه هي جوازه مو لعبه. جوازه بعرف ما راح تخبى بس كل ما اجى لنا الفضيحه بيكون احسن. هلا انا هيك بحسبها. والقهر ما لا صوت. ما صار إلا وعملتها. والصبر عم بيقل. والصبر جوزته لابنها الحرام. والصبر عم بيقل والهمزة. Thank you.
خير الله يا عم العز. ببوس ايدك. صلي 4 ايام على الحالة. والله حاسس روحي رح تطلع. قول الحمد لله انه لساتك عايش. لك انت الموت قليل حالك يا وطي. اخ 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 امرك لك امرك على راسي. والله ما قلنا شيء بس على حب النبي لك زهرة. خذي وعطي معي لك طوال النهار وانا قاعد لحالي. والله لا اعل شيتي رح يطط. كي معك انت ان شاء الله مفكر انك متجوزني على حق وحقي ولا تكون مفكرني غشيمه وماني عارفانه ليش ضليت تركض وراي تركض وراي لحتى قبلت اني اتجوزك. الله وكيلك يا زهره اتجوزتك لاني غلطت بحقك ودويت صلح غلطي. طالما بدك تضل عم تكذب خليك هيك. افتح افتح تمك افتح. لشوف ايمتى بدك تعلم تحكي الصدق. أنا ماشي. بدك شيء؟ سلامتك. بدك تنزلي لها أكل لبنتك؟ عم ناولها الأكل من الطاقة. بدري يطلعي فيني عم بحكي معك. أنا إذا بطلع سمية من الأبو كون أخلاص مشيت كلمتها علينا. بيهون عليك إنه رميها واطي. بقى حاجتك تكبير راس بقى حاجتك. أخلاص مو بس مشيت كلمتها عليك أخلاص طلعت أزكى منا كلياتنا. ليك خربت بيني وبينك وخلتك تحبس بنتك وفوق ما حكت كلمة وحدة. لك شو لسه بدك إياها تعمل فينا أكتر من هيك؟ شو بدك؟ صار لك حبس بنتك 4 أيام وما لا عاملة شي؟ كيف ما أنا عاملة شي؟ تعرفي لو سمية قدرت تهرب أخلاص شو كان صار؟ كانت أخلاص وصلت لعند أخوها وكنا رحنا فيها تبلكي. بوس إيدك. حاجتها حاجتها عمرهم التهابات عمرهم إن شاء الله عمرهم ما يكونوا. بنتي حاجتها. ما بقدر ما بقدر. صار برقبتي قتيلين من وراء الدهبات ومستعد أقتل 10 زلم كرماله. بتروح بتحل مشكلتك مع أبو العز وتطلع الطبشة براس بنتك. يا بنت الحرام روحي من وشي. تحت ابني تعي اطلع على مهدك يا عيوني. انت يا خانم طبنجة من هداك اليوم ما حدا شافه ولا حدا بيعرف عنه شيء. شو يعني؟ فصن الحودة؟ أكيد هرب برات الشام. تركي بتضلك عم تدور عليه. أمرك يا خانم. المهم هلأ أنا جاي خبرك إنه جماعة الكركون بعتولي مشان روح شوف جناب القاضي. ليش بده يشوفك جناب القاضي؟ القاضي بده يشوف غازي بيك اليوم ويبت بمشكلته. بدي روح معك. بدي قلو انه غازي بريء. شهادتي بتكفي يا خانم. طيب لا تطول علي انا ناطرتك على نار
أمرك يلا خاطرك. الله معك. غازي جاهز حالك، بدنا ناخذك لعند جناب القاضي. إن شاء الله جناب القاضي يبري ويفك أسره. من كل قلبك عم تدعي له؟ إيه والله يا خالتي. صحيح غازي ما كان منيح معي، بس بيضلوا ابن عمي. طال على أمك، عقلك كبير. صحيح خالتي، أنتِ ليش ما عم تروحي لبيت خالك مشان تشوفي أمك؟ اليوم رح يجي عزو ياخذني لشوفه. إيه سلمي لي عليه. مريم شو بك؟ صار لي كم يوم حاسة عليكي، كل ما بسألك عن أمك بتكني. إذا حكيت لك ما بتقولي لحدا. شو بنا مريم احكي؟ أمي تجوزت طبنجة. شو؟ يعني ما صار إلا وساويتي اللي براسها؟ إن شاء الله ما تقولي لحدا. أصلاً هذا الشيء ما بينحكى لحدا. شو بها أمك؟ لك شو صار لحالها لأمك؟ شو جنيت؟ هي عم تقول إنه تزوجته من شان تنتقم. مو مهم ليش تزوجته، المهم إنه هي تزوجت اللي قتل ابنها وتسبب بخراب بيتها. تعرفي شو السمعة اللي راح تطلع على أمك بس يدروا العالم شو عملت؟ راح يقولوا عنها إنه هي مرة عاطلة. خالتي معلش يا خالتي، اقبليها مني، لانه هي الكلمه راح تصير على لسان كل العالم لما تدرى. بس والله امي مو هيك. بعرف ومتاكده، بس شو الفايده؟ يا حرام عليها، باعت حالها برخيص. المهم هلا انا بدي ذهباتي من طبنجة. بتعرفي هي وين ساكنة لأبعد تركي يجيبون؟ لا ما بعرف، من يوم ما تجوزت لهلأ ما حدا شاف. حط حالك مطرح يا جناب الشاويش، شو بتعمل؟ مهما يكن ما بصير تفكر أنك تهرب من الحبس. الله وكيلك يا جناب الشاويش، هذا طبنج الكلب هو اللي ورطني. بس يوقع طبنجة بين ايدينا بلو حساب عسير. نحن اليوم رح نقدمك لعند جناب القاضي، بس انا ما رح اقله على الفصل الناقص اللي انت عملته، لانه اذا سمع فيه فورا برجعك الحبس. كتر خيرك يا جناب الشاويش، ما رح انسلك المعروف طول ما انا عايش. يا فواز مرني جناب الشاويش. خذوه تحرك قدامي. لك خلص خلص خلص، حاجت بلعت مثل الصوص، ما رح تستفاد شيء. بدك تضل هيك عم تفرك؟ إلا إذا بتلقى جريت على حالك. صوتك ولا حرف. لك سكوت يبعد لك حمي إن شاء الله. سكوت سكوت سكوت. Shh.
مين؟ أنا أم جاسم. افتحي تمك تقبريني وحياة عيونك لنسيكي كل هالأيام السودة. رح نسيكي إياها خلص. أنا ما عدرت على أبوكي. شو هاد؟ من يوم اللي إجينا على الشام والهم راكبنا؟ إيه والله ما بيجوز. ما عاد بدك؟ أنتي خص نص ما إلك ذنب. ما إلك ذنب. تعرفي؟ بدي أتحركش على هي أم قاسم. وبدنا نصير أنا وياكي نروح على استقبالات النسوان اللي بتصير ببيتها وببيت كل نسوان الحالة. بكرة بتشوف. ومو بس هيك، نحنا كمان بدنا نفتح بيتنا يوم بالشهر مشان هن يجوا لعنا. يو نحنا مو أقل من غيرنا بنوم. أي مساوي لك كاسة زهورات. شو عم تساوي هون مقصوفة الرقبة؟ يقصف عمرك شو كذابة. لو كنتي بتحبيها وخايفة عليها عن جد ما كنتي تركتيها محبوسة كل هالأيام بالأبوم. ها سكي روحي ساوي لها كاسة زهورات. انقلعي يلا. حذري شو عم فكر كمان. بدي فصل لك نقف الدين فستان جديد تلبسيه قدام نسوان الحارة هيك. بكرة بكرة بدي أخذك وننزل على الحمدية أقطع لك شقفة قماش. يا أهلين ويا سهلين بأم قاسم. سكبت لك شوية رز بحليب بالزبدية اللي جابها ابنك الله يسلم. ما في زوم تقبريني هاي الشغلات مو بيناتنا. والله بعرف ويا عيب الشوم منك. بدي حملك ياها بإيدك لأنه ما عندي حدا ياخد لك ياها على البيت. ليش وين هن ولادك تقبريني؟ الله بعدي اسمه لسه ما بعت لي ولاد من طبنجة أفندي. ومن جوزك الأولاني شو عندك؟ حطي عندك يا مشربية وهي سخنة. ايه تقبريني؟ أنا أي مساوي لقمة أكل. شو جاي على بالك تاكلي؟ الحقيني أرض ديار بدها شطف. الحمد لله على السلامة يا بيك. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك مساك. وين بتحب نروح هلا يا بيك؟ أنا رايح على الحمام. تبعت الحلاق لهنيك وتجيب لي ثياب جديدة. أمرك يا بيك. بس بعد إذنك يا بيك خليني روح لعند ست سهيلة مشان طمنا عنك. إيه روح روح وأنا راح استناك بالحمام. ماشي. يا عميد أهلا وسهلا ومرحبا. ها تكة وبتكون المقلوبة جاهزة. لك نورتونا نورتونا. لك يا أهلين بخالتي بأحمد. أهلين بخالتي أمراشد. خالتي خل العظام إن شاء الله. أمراشد أنا وأنتي سبق واتفقنا بقى اسمعي وسطحي خلص. قديش بدنا ندعي لك يا أم أحمد على هالزيارة الحلوة. حاكم صلنا زمان ما كسبنا الست أم راشد عنا بالبيت. تسلمي لي يا ست أم سعيد. يا ريت كل الناس بتفهم تحكي مثلك. يو شايفة كل هالحكي اللي عم تحكيه أميرة؟ أنا معلمتها يا بعديلي بعديلي هالصحون تقبريني. إيه والله مزبوط كلامها. بتعلم اللي بعمره ما بيتعلم. بعدين ما شاء الله حولها وحواليها خياطة متقني وبتطبخ ونفسها على الطبخ كتير كتير ظريف ما شاء الله حولها وحواليها.
ذوقوا هلا بتعرف. وقت تساوي البيل ما شاء الله بصير عم بيوجوج. وهي عم بسكب لك بايدي خالتي ام راشد، لك مو اهلا وسهلا. تفضلي خالتي ام راشد، صحتين وعوافي، وهي حطيت لك لحمه زياده. اكلي بصل وانسي اللي حصل. ما باكل بصل. يسلموا. وكمان مسخنه وزهراوي. سلم ايديكي سعاد خانم. أماني أماني خدي هاللقمة مني. قلت تحية أمك لا تستحي. انت هنا سعيلة. بعد سلامة يا بيك. الحمد لله على السلامة يا بيك. الله يسلمك يا أبو راتي. إنا بالسلامة لازم نذبح لها خروف مرتب. لا شو خروف؟ على هي الحالات لا تخوري. ليش لا؟ خليهم أربعة. على راسي يا بيك أنت بتهمهم. من دي ناس عيلة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بدنا نفس الكيلو فنجان قهوة. على راسي. لا عمار. بعد إذنك يا بيك. مو كان الأحسن لو وعدنا بغير هاي القهوة؟ إحنا هذي نور مصرياتنا يا تركي. بعدين شو المشكلة؟ أبو العزة معظم الرقبة. خلينا نقعد عنده بالقهوة. شايف هديك الدكة؟ إيه. صاحبها اسمه صياح. بتروح بتشتري من عنده. وبدون ما حدا يحس عليك بتدله على بيتك. بتلو غازي بيك عم يستناك هنيك. صار يا بيك، بس انت مو لازم تروح البيت ترتاح شوي. هلا مو وقت البيوت، في شيء ابدا. ماشي يا بيك. اسمع، ما بدي وصيه. نحن لا نعرف صياح ولا هو بيعرفنا. يعني اذا شفته ما بتسلم عليه. صار يا بيك. وين القهوة يا سمير؟ يا بنت أهلين وسهلين ومرحبتين. وهي القمايش. شوفي هي أم راشد لونها حلو بتناسب عمرك. شو هالقماشة هي؟ ما حبيتها بنوب. لا قدر ولا قيمة. شبنا سعاد، ورجينا قمايش مثل خلق. إيه على عيني. هي 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 إنجليزية. شبنا سعاد؟ إيه ما لها علاقة بالإنجليزية. هاتي فرجيني اللي تحت. اللي تحت مو إلي خالتي أم راشد، هدول أماني عندي. يلا أختي أم أحمد خلينا نتيسر. والله ما بتروحوا. شبنا سعاد لا تخلي الجماعة يروحوا زعلانين. لا أيوه يا عيب الشوم، شو يروحوا زعلانين؟ شبنا أم راشد عدي لنتفاهم. عدي 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 تقبريني عدي. سعاد ما بتقصر. عدي عدي خليها تنقي اللي بدها اياه. نقي ام راشد. عدي هي القماشة الزيتية كأنه بتناسبني أكتر مو هيك؟ بروكي مشان الله يا زهرة، والله حاجتي اعطيني والله لساوي اللي بدك يا شهيد الله. متأكد من هالحكي؟ حاجة بقى لك مشان الله رحميني بقى. لك حاجة رح موت رح موت. بتعرف إذا ما بتعمل اللي بقلك عليه شو رح ساوي فيك؟ ولك لسه بدك تعملي أكتر من اللي عملتي؟ لا خلص خلص. وين مخبي مصاريك؟ عم احكي معك جاوبني. كل شي معي بجيبة هداك الشروال، شعو معلق هنيك. ما
أنا ما عم بحكي على هالكم مدليك. والله هذا كل شيء معي. شكلك ما بدك تفهم بالحكي. الرجال يا طبنجة بينربط من لسانه ولما بيقول كلمة لازم يكون قدها. بس انت مانك رجال. لأنه مانك رجال هدول الشوارب يلي بخلقتك ما بتستاهلهم. اوعك اوعك زهراء، كلهن شواربي، كلهن شواربي بشان الله. لكن قلي وين مخبي المصاري حسن ما اعملك حريمه. رح اقول لك، رح اقول لك كل شيء بدك اياه، بس طولي بالك علي. احكي ولا لك والله ما معي شيء. ولك لسه عم تحلف وتتحلف يا ندل يا واطي يا ابن الحرام. لك انت ما بدك تفهم بالحكي. لا عم بقلبك شو ندل. اهدى ولا اهدى اهدى ولا اهدى احسن ما يفوت بعينك.